السلام عليكم ومرحبا بالكل. وصلنا تحدي اليوم العاشر من تحديات ال 14 يوم من هدايا فورتنايت، والتحدي شوية متعب صراحة. بشوفكم الهدية في آخر المقطع، بس طلب بسيط انكم تشاركوا بالقناة لننشر التحديات اليومية بشكل مستمر أول ما تنزل، وعشان نقدر نوصل ل 75 ألف مشترك قبل نهاية السنة. والتحدي العاشر قم بتجميع نقاط باستخدام المركبات في 10 مدن مختلفة. التحدي هذا كثير سهل، لازم باختصار تركب دراجة أو سيارة، واللي أنصحكم فيه هو الدراجة، وبعدين تروحوا لأي مدينة عليها اسم في الخريطة مثل تلتد أو بليزنت بارك أو ريتل، وسووا أي حركة تعطيكم نقاط باستخدام الدراجة، وبعدها راح تنحسب لكم نقطة. بس لازم كل مرة تروحوا لمدينة مختلفة، وعادي تخلصوا هالتحدي في جيم واحد أو في أكثر من جيم. وعلى الشاشة بتشوفوا قدامكم أماكن الدراجات، صور الشاشة وخليها عندك لو ما كنت تعرف أماكن الدراجات. واللي أنصحكم تبدأوا فيه أنكم تنزلوا لمكان سباق الدراجات، ومن هناك خذوا دراجة وتحركوا على طول لأقرب مكان عليه اسم، واللي هو جانج جانكشن، وابنوا سلمين وسووا باك فليب باستخدام الدراجة. ما بتكون عملية صعبة كثير، بس عدل هبوطك وكذا تكون خلصت نقطة. ومن هناك روحوا للمكان الثاني المقابر هانتد هيلز وسووا نفس الشيء، وبعدها على طول لبليزنت بارك، وبعدها لأي مكان ثاني تريده لين ما تكمل على 10 أماكن عليها أسماء وتكون خلصت التحدي. هذا مقطعنا اليوم، لا تنسوا لايك والاشتراك، والجائزة راح تطلع لكم على الشاشة بعد 3 2 1. وهذه هي الجائزة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة. أدري الجائزة بيفترى، باي.